انزعجت بعض قطاعات الإخوان المسلمين في مصر لما زرت القاهرة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وتحدثت عن العلمانية وعن وجوب السير في هذا الطريق، هل أخطأوا برأيك؟ هل خطأهم أثر وأدى إلى نتائج شاهدناها لاحقا الانقلاب العسكري وما إلى ذلك؟ في مصر ده بليوسنس. في مصر كما تعلمون كنت هناك في زمن السيد محمد مرسي بدعوة منه من أجل اجتماع استراتيجي على مستوى عال، وحين ذهبت إلى ذلك الاجتماع وجهت خطابا في ذلك المساء في القاهرة بمبنى الأوبرا إلى 5 إلى 6 آلاف شخص تقريبا، وفي خطابي هناك تحدثت عن موضوع العلمانية، وفي أثناء حديثي عن موضوع العلمانية عرفت لهم العلمانية ما هي. قلت لهم إن العلمانية بالنسبة لي لا تعني عدم التدين، في شبابنا هكذا علمونا نحن أيضا، لكن في أساسيات ومبادئ حزبنا الحالي العلمانية هي مفهوم للوقوف من كل المعتقدات بمسافة متساوية وحماية كل المجموعات الاعتقادية من قبل الدولة. الأشخاص لا يكونون علمانيين، الدولة هي التي تكون علمانية، وهذا المفهوم جعلناه في أساسيات حزبنا. في ذلك الوقت جاءني محمد بديع إلى الإفطار وتكلمت معه وشرحت له أيضا، وقال محمد بديع إن كانت هذه هي العلمانية فلا يوجد ما أقوله هنا، وقال إنه فاهم بشكل خاطئ. قبل بها. وعلى الرغم من هذا كان هناك من لم يقبل بشكل منفصل، ولكن نحن مع محمد بديع اتفقنا معه في هذا الموضوع، حتى ان المرحوم سيف الاسلام البنا كان مريضا وذهبت لزيارته في البيت ذلك المساء، وفي صالة الأوبرا كانت ابنة سيف الاسلام البنا قد قدمتني، ذهبت الى بيته وقال المرحوم اخي طيب ان العلمانية التي شرحتموها، كما تعلمون هو محامي وعمل بالسياسة من سنوات، قال انا اوقع تحتها كما هي، اذا لدينا نقص في جانب ما، يعني ان نفهم او لا نفهم او التحرك بناء على مفاهيم خاطئة. طبعا حين نقوم بالتعريف بالشكل الصحيح فان حل المسألة يصبح ممكنا.